الجرح بيبقى قد كده، لكن لو فضل مفتوح وبينزف يبقى ولا الموت. احنا قادرين عليه ولا بقي في العمر بقية عشان نعوضه الدم اللي راح. تقدر تقول لي على سبب واحد يخليني اقتل ولدك؟ تقدر تقول لي على سبب واحد يخليك ما تقتلهوش؟ يا عبد الجبار، كيف اجي علشان اطلب بنتك لولدي وفي نفس الوقت اقتل ولدك؟ تحصل في اكبر العائلات، ولا انت ما عارفش؟ لا عارف، بس كمان انت سيدي العارفين ان انا وانت لينا عداوات كتير. بس الظاهر العداوه اللي بيننا اكبر بكتير، وبعدين عندك اخوك عطيه اللي مزاجه ما بيتعدلش غير في الدم. انت عارف اني ملجم وما بيعملش حاجه غير بمشورتي. ان شاء الله. طب اسمع يا عبد الجبار، انا اقول لك كلمتين وهقوم امشي، وحق جلال الله اقسم بالله العظيم ويا من اتحاسب عليه يوم القيامه، انا لا ليا صالح بقتل ولدك ولا بخطف مرضه. اعقلها يا عبد الجبار، اخطف حرمه من بيتك ليه؟ احنا كبار يا اخي. بس الظاهر الصغيرين اللي حوالينا بيتحكموا فينا غير ما نعرف. مش حاسبك على اللي بتقوله يا عبد الجبار، انا مقدر ظروفك. انا مروح اصلي وهدي لك بالهدايه. نصيحه يا حسن، ما تصليش مع اخوك عطيه عشان صلاتك تبقى مقبوله. الحمد لله على السلامة أبوك. عايزك في موضوع مهم. أنت واخدنا على فين يا عطية؟ هتعرف دلوقتي. هذا دلوقتي؟